من منتخب مش هيشارك ومنتخب لا بلاش يسافر عشان هيفشل الى منتخب بيحقق حلم الصعود لكاس العالم لاول مره في تاريخ مصر منتخب مصر لكره اليد سيدات انجاز تاريخي وحواديت كتير بقى حوالين موضوع سفره من عدم سفره ومستوى البنات في مصر ومستوى الدوري المصري ومحترفاتنا كل ده يكون مع ضيفي النهارده كابتن قاسم ابراهيم المدير الفني لسيدات كره يد النادي البنك الاهلي كابتن قاسم مساء الفل منورني مساء النور يا كابتن محمد وبتشرف بمقابله حضرتك اخبار حضرتك ايه كله الحمد لله تمام ماشي لا طبعا مبروك طبعا لبناتنا وصعودهم لكاس العالم لكره اليد اول مره في تاريخ مصر ان احنا نصعد لكاس العالم في لكره اليد سيدات حابب اعرف انك هو ايه اللي حصل اصلا قبل البطوله انت اكيد برضو انت ما شاء الله مدير فني دي بنك اهلي سيدات قبل كده زمالك وسبورتنج وشمس, فحبتك فحتتك أوه. ولعبتك وكلهم بناتك واكيد انت كلهم عارفهم اكيد الحمد لله ربنا ايه رب بقى الكواليس يعني. اللي حصلت قبل ما يسافروا اصلا والله بص هو فجاه احنا صحينا من النوم على ان منتخب البنات آه لا ما فيش سفر مفيش آه ما فيش مباراه وديه آه لا هنلغي منتخب الاشتراك الافريقي لمنتخب البنات آه شويه قالوا دون المستوى شويه قالوا ان ان احنا آه بعيد شويه عن الاحتكاك الافريقي آه ولكن دي كانت هتبقى صدمه كبيره جدا 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 آه لكره اليد النسائيه في مصر يعني ابسط مثال ان هم البنات يعني البنات اللاعبات هم اللي ردوا على الكلام اللي طلع بقى من عدم مشاركه من عدم مستوى من دون المستوى انا يعني سمعت المقدمه بتاعت حضرتك ان في ناس كانت بتشكك في قدرات البنات في ناس كانت بتشكك او بتقول ان احنا مستوانا او الفرقه الافريقيه ما كانتش بتيجي تقابل لقاءات وديه ده كان كلام كابتن عبده عبد الوهاب لما انا عملت مداخله هنا في البرنامج آه. وهو قال لي كده، قلت له انتوا من غير ما تعملوا أي مباريات ودية عشان الإعداد بتاع المنتخب تمام لعبوا بس ماتشين تقريباً مع نادي الطيران اللي أنا فاكره أه لعبوا مباريات ودية مع أندية. مع أندية آه الأندية الأندية المحلية أه ما لعبوش بالزبط. مع منتخبات تالي لا, لا لا ما لعبوش لا, لا لا ما طب له إيه السبب؟ مم. قال لي إن منتخبات أفريقيا كلها ما بترضاش تلعب معانا لأن إحنا منتخبنا ضعيف هم حاطين في إن هم مصنفيننا إن إحنا منتخب ضعيف في القارة فبالتالي طب مش راضيين يلعبوا معانا. بالظبط طب احنا ردينا دلوقتي على القاره نفسها وقلنا ان احنا الحمد لله رب العالمين احنا في المربع الذهبي وصعدنا لكاس العالم زي ما حضرتك بتقول لاول مره في تاريخ كره اليد المصريه النسائيه لان ما فيش فرق دلوقتي بين مع احترامي كره اليد للرجال او كره اليد للسيدات هي كره يد كره اليد أه طالما خدت حقها وطالما أه انت اديتها الدعم الكافي أه للظهور جوه أه المحافل الدوليه دي النتيجه. طب ايه اللي حصل بعد ما حصل بقى القرار ده اللي هو مش هيشاركوا اللاعبات انا يعني عرفت ان هم بداوا يعملوا زي اكتبوا على السوشيال ميديا واحنا عاوزين نطلع وخطبوا اللجنه الاولمبيه تقريبا وفي ناس كلمت برضو في الاتحاد يعني ايه اللي حصل بقى عشان يرجعوا في قرارهم ويقولوا لا المنتخب هيشارك؟ بص حضرتك هو البنات دي بتتجهز من شهر سبعة مم. يعني بدايه التجهيز بتاعهم سبعة. يعني 7 سبعة, تسعة 9 ان هم قبل البطوله بشهر او قبل البطوله بشهر ونص ويتقال ان هم مش موجودين على فكره البنات ده ضحوا كتير جدا 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 خد بالك هم مسافرين هناك 18 مم. لكن كان في قوام هنا في مصر في قوام 40 لاعيبه، 40 لاعبة دي في ناس حصل لهم اصابات زي ملك شاهين ربنا يشفيها وترجع بالسلامه في زي شيماء الوزيري في زي ساره متولي في, في ناس امينه برضو امينه بتاعت الاهلي امينه طلعت ااا أه 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 امنيه أمنية آه, اه أمنية اه أمنية أمنية وفي عندك وفي عندك بنات كان مستواهم المهاري والبدني جوه البطولة هو اللي رفع مستوى ال 18 هو مش ال 18 دول هم أفضل ناس يعني هو طبعا يذكروا لكن في ناس تانية موجودة جوه المنتخب بس كان الاختيار الأمثل للمدير الفني على ال 18 اللي تمام رحنا ورحنا حظنا برضو كويس احنا كنا في المجموعه الاسهل نسبيا كويس اه يعني المجموعه انت كان فيها السنغال والكونغو دول فرقتين اقويه جدا وكان معانا كافيردي والكينيا والجزائر والجزائر تمام شفت ازاي نتائج منتخبنا في المجموعه الاولى خاصه ان ترتيب المجموعه كان بفارق الاهداف عن اول ثلاث فرق كونغو ومصر والسنغال اللي حسم صراع الترتيب كان فارق الاهداف بص احنا انا يعني كان لي الشرف ان انا ابقى موجود في اون سبورت هنا قبل البطوله بيومين شفنا المجموعه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي وقلنا ان احنا اول مباراه لينا مع الكونغو دي اهم مباراه تدخلنا جوه البطوله لان الكونغو دي كانت السنه اللي فاتت واخده وصيف. وصيف. ف... فانك انت تكسب الوصيف في اول يوم في اول مباراه بروح اللاعبين اللي هم كانوا رايحين بيها قبل البطوله ان هم عايزين يحققوا وخدوا على عاتقهم وان هم ان هم طلبوا ان هم لازم يشاركوا حتى زي ما انت حضرتك قلت حتى لو هم دفعوا مع احترامي مصاريف على الخاصة. مصاريف البطوله فاول مباراه دي هي اللي ادتنا المفتاح جوه جوه المجموعه السنغال لما جينا نلعب السنغال ما كانش عندنا طموح فيها او بس كان ممكن ان احنا نكسب بس ما كانش عندنا طموح فيها قوي لان انت بتلعب على هدف فالهدف ده انت بتمشي فيه خطوه بخطوه خدت مباراه الكونغو هتكسب مباراه الجزائر هتكسب الراس الاخضر هتكسب كينيا ده كده انت حققت بس هي كانت المفاجاه بقى جوه ان الكونغو تكسب السنغال فحصل فرق ده بس كويس ان احنا طلعنا تاني مجموعه فلما طلعنا أوه تاني مجموعه احنا ناخد التالت من هناك بس من حظنا ان التالت بتاع المجموعه هنا الكونغو الديمقراطيه الديمقراطيه المنظمه زي ما حضرتك شفت في اللقاء النهائي رئيس الجمهوريه قاعد الجمهور قاعد, قاعد في لقاء امبارح آه اللي هو كان دور تمانيه كان بالظبط امبارح اه الجمهور يعني كان مالي الملعب وضغط على البنات بصراحه يعني ابطال بس احنا من حظنا من حظنا ان الحكام اللي كانوا موجودين من في اللقاء نفسه من البرازيل فناس كانت بتلعب لمستواها هي الشخصي يعني م. فعلا المباراه طالعه فير فانت ما كانش عندك مشكله تفرق الحكام ده تفرق آه طبعاً الحكام طبعاً من افريقيا طبعاً ممكن يضغط عليهم ان هم يغيروا تيجت مباراه وكده لصالح البلد آه المضيفة عارف انت الجمهور برضو والقيادات السياسيه بتبقى ورا الفريق فدي بتخلي في تعاطف شويه مع مع الفريق المضيف بس الحمد لله رب العالمين ده كان جوه الملعب فير ف بالنسبة لنا طلعنا إمكانياتنا المهارية، طلعنا إمكانياتنا البدنية، يمكن ما يميز المباراة الأخيرة اللي هي وصلتنا لكأس العالم، حارس المرمى ما جمعة. طالما معاك حارس مرمى مميز، ما جمعة رجعتنا جوه المباراة خاصة آه. الشوط الأول، إحنا ماشيين في تعادل في ثلاث أربع كور انفرادات مع تصويب خارجي فخلت إن الأولوية للمنتخب فكان في في مردود علينا او كان مردود لينا ان احنا بعد التصدي ده ان احنا كنا بنروح نجيب هدف في الهجوم فديت ما هي تقريبا تصدت 11 تصدي من 19 كوره اتشطوا عليها بسم الله ما شاء الله هي عامله مباراه مستحق آه ان هي إيه افضل لعيبه آه في بصراحة اه يعني هي هي واخده واخده افضل افضل حارسه في البطوله العربيه اللي كانت مقامه في في الجزائر وادي افضل حارسه تلعب فين ماي. ما هي بتلعب في سبورتنج سبورتنج نات <تفك> <çok لا> سبورتنج اه نات سبورتنج فرحتها طبعا بالجائزه امبارح وهي بترفع طبعا بيني وبينك الضغط العصبي الضغط انت حضرتك كنت لعيب وعارف الضغط العصبي على اللعيب ان هو عايز يحقق حاجه جوه بطوله وحلم ده <سؤال> <سؤال> حلم واثبات الذات بالظبط أنا رايح وبتحدى الظروف اللي حصلت لي آه داخل آه المعسكر، الظروف اللي حصلت لي هناك في البطولة، أيا كان اللي موجود عندي إيه فأنا داخل لما تشوف الوجوه بتاعة المدربين الفنيين أصلاً. وتشوف الفرحة راح. وتشوف وتشوف كل ده ده ضغط نفسي على اللعيبة نفسها لأن هم عايزين يعملوا حاجة الجيل ده عايز يعمل حاجه وفعلا يستحق ان هو يعمل حاجه بقياده طبعا الكابتن مروه عيد المحترف الفرنسي. خليني بقى اسالك بقى عن بقى مروه اكيد اسأل كلمه بقى. سر في المنتخب تمام انا بعتقد ان هي ورا ورا المطلب الاساسي ان المنتخب يشارك بالظبط وان اللعيبه مصدقه ان هي تقدر تحقق حاجه فاحكي لي بقى عن مروه وعن دورها في المنتخب بص حضرتك انت لما يبقى عندك قائد جوه الـ جوه التيم خاصه الالعاب الجماعيه انت كمدرب او مدير فني بترتاح لان هي بتقوم معاك كمساعد مدرب اولا في الجهاز الفني وبتبقى جوه الملعب انت بتحتاج قائد في وقت طبعاً. من الاوقات انت بتحتاج قائد يقود الميزه بتاعت مروه طبعا من, من احترافها وان هي محبوبه جدا جوه محترفه من زمان مروه في فرنسا بقى تقريبا فتره من 15 سنه تقريبا اه يعني في حدود, حدود سنه وعشرة. آه, آه بالظبط كده آه وجود مروه جوه المنتخب طب أنا اقول لحضرتك حاجة من الكواليس آه بالنسبة لمروه مروه بعد ثاني يوم من البطولة كان عندها شد فالشد اثر على ظهرها فكانت تعبانه بس لازم تلعب لازم تبقى موجوده اللعيبه في اجتماعهم مع بعضيهم ومع قائد الفريق اللي هو مروه كانوا بيموتوا نفسهم جوه المباريات عشان ما يخلوش مروه تنزل ان هي عارف انت يزيد عليها لما على تجي اه ويبتدي, عليها. ويبتدي ان هم يحافظوا عليها بحيث ان هي لما نحتاجها نلاقيها ودي كانت روح كويسه جدا دي بقى روح البطوله يعني حضرتك في الالعاب الجماعيه روح البطوله هي ايه حب الفرقه م. حب القائد حب الفريق حب الجهاز الفني حب البلد يعني مقاومات كتير قوي على فكره الجيل ده الجيل ده اللي هو بيلعب او البطوله دي فكرتني انا وانا قاعد بتفرج عليهم بيجيل منتخب مصر حسن شحاته 2006 2008 2010 روح حاله انت عارف عامل حاله جوه جوه ما هو فعلا يستحق جوه الرياضه اصلا مهمش وانت لا انت بالزبط. خليك على جنب انت, بالزبط. انت رايح مش هتعمل حاجه لا 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 اقعدوا ما تسافروش بالظبط اسلوب نفسه حتى نفسه بصراحه غير رقم الاتحاد بالظبط يعني يسال عليه ازاي اتعامل كده مع فرقه الفريق الاول للسيدات عندي اللي عنده بطوله افريقيا ما نجيبهم نقعد معاهم نتكلم نناقشهم نحفزهم هو القرار كان مفاجئ نعمل اللي علينا كاتحاد بالظبط عشان ما نبقاش قصرنا مع فرقه زي الفرقه دي عندها فرصه ان هي تسافر وبعد كده بقى بنشوف نشوف لما نخلص الكلام ده، نرجع بقى ونتحسب. بالظبط. تؤخذ على اتحاد الهندبور بصراحه. والله انت ما تعرفش بقى الداخليات ايه يمكن بعد كده ان شاء الله يعني بعد الانتخابات بعد اي حاجه هيطلع. انتخابات يوم ايه بتاعت هاندبول؟ ايه 13 13 صح؟ 13 12 ان شاء الله. نار انتخابات هاندبول السنه. اه ربنا يوفق بقى الـ الـ الصالح ان شاء الله باذن الله. <applause> مروه ما شاركتش مع المنتخب في البطوله اللي فاتت 22 اكيد كان ليها تاثير بعدم المشاركه ده هل كان ليه تاثير على اداء المنتخب؟ بص حضرتك دلوقتي احنا في 24 يعني عدى سنتين من اشتراك مروه مع المنتخب فما بالك من سنتين كان في مروه كان في رحاب جمعه الاثنين محترفات رحاب اعلنت اعتزاله واعتقد بالضبط. ان هي رجعت تاني الله اعلم بس يعني هي كان بعد بعد استبعادها من المنتخب فعلًا اعتزالها دوليًا واللعب لكن تخيل انت حضرتك لو الاتنين دول موجودين في اول مشاركه ليك في 2022 اعتقد احنا كنا بقينا في حته تانية لحد ما نيجي 24 حضرتك النهارده النهارده الكونغو بتكسب الكاميرون في تحديد المركز الخامس والسادس الكاميرون دي كانت ثاني تاني البطوله وصيف. اللي فاتت اه البطوله اللي فاتت 22 والكونغو كان الثالث فتخيل الخريطه بتتغير م. انت مش هتفضل محلك سر او هتفضل تلغي 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 والخريطه بتتغير طب ما نلحق لان احنا عندنا اجيال اجيال كويسه جدا جدا جوه جوه قطاع كره اليد <applause> طبعا مش هينسى برضه طبعا صعود المنتخب التونسي طبعا رفقه المنتخب المصري الى كاس العالم بعد فوزه امبارح في مباراه برضه دور الثمانيه فمنتخبين عربيين بالزبط. موجودين في بطوله العالم السيدات كنت اكيد حاجه تشرف بالظبط شفت منتخب تونس في البطوله السنه دي شفت منتخب تونس ومنتخب السنادي او البطوله دي هو افضل من النسخه اللي فاتت لان هو جاب المحترفين فحضرتك انت انت طالع من المجموعه الاولى انجولا وتونس طالع من المجموعه الثانيه السنغال مصر والسنغال. ومصر والسنغال مجموعتين او او نهائي هيبقى ضرب نار يعني المربع هو اه طبعا كل واحد حقق الهدف بتاعه ولكن البطوله في الاخر بتحسم للاول فانت انت عندك يعني انا لو هتكلم على منتخب مصر في مواجهه انجولا بكره ان شاء الله انا مش هطمع في انجولا انا مش عايز الماتش ده انا هلعب على الثالث يعني مع احترامي انا هلعب على التالت امكانياتي خليه يعرف امكانياتك عارف كيف كويس أنا خلاص انا حققت ما هدف انا حققت حققت هدف يعني. انا كنت عايزه بصعودي كاس العالم انا صعدت كاس العالم وعندي الهدف الثاني ان احصل على ميداليه سهل ان انا احصل على ميداليه ان شاء الله باذن الله آه... اليوم اللي بعديه منتخب تونس برده مش بالقوه اللي كانت عليها ايام زمان لما خد البطوله في 2014 بالزبط. لا بالزبط. منتخب تونس حاليا معتقد ما اعتقد هو بيعيد بناء فريق برده بالظبط وخد بالك فرصه كويسه وخد بالك انت انت هتلعب انجولا وتونس هتلاعب هتلاعب السنغال، فالاثنين دول هيموتوا بعض ان مين يوصل فيهم النهائي، فانت اليوم الثاني انت هيجي لك الاثنين واحد منهم خلصان، فانت م. عشان كده انا انا رايي انا ما طبعا المدير الفني هناك هو ليه آه كل الاولويه، لكن انا رايي ان انا اريح لعبتي عشان اصاباتي وعشان دنيتي وابتدي ان انا اخد العب على المركز الثالث واخد ميداليه ان شاء الله يكون لي نصيب ان شاء الله في ميداليه في البطوله دي، خليني اسالك عن كونك مدير فني طبعا للعديد من فرق السيدات. الإدارة الفنية للكابتن رامي والظروف اللي مر بيها خلال طبعا الشهرين دول بعد بقى أنت مسافر لا مش مسافر لا ارجع تاني أنت مسافر هو طبعا الكابتن محمد عبد الكريم اللي ضمله مؤخرا للجهاز تعليقك على أدائهم الإدارة الفنية ليهم خير البطولة لا 10 على 10 يعني أنا لو بإيدي هقوم أقف وأسقف لهم الاثنين أسقف للإدارة الفنية كفاية الضغوط النفسية اللي هم محطوطين فيها آه برافو عليك هي دي لكن أنا انا عن نفسي لما اتفرجت على كم مباراه ليهم وديه كانوا بيلعبوا النادي الاهلي ولعبوا النادي الزمالك ولعبوا النادي سبورتنج ارتحت الحاجتين ان انا الاداء الدفاعي بتاعي اتطور اتطور كويس قوي والاداء الهجومي او اللعب الهجومي من خلال الهجوم المنظم لا اتطور والبنات اتطورت فده خلا خلاني اداني ريحية انا لما جيت هنا وقلت ان احنا هنصعد كاس العالم كان بناء على مشاهداتي للفرق لا الاداء اتطور جدا أه بشكر كابتن رامي كابتن محمد عبد والشكر كبير جدا للكابتن محمد منعم على حراسه المرمى او انه هو أو مدرب الحراس مدرب الحراس ان هو ما تاخد واضح جدا من تاخد طبعا. في مباريتين احسن حارس في الوقت اللي احنا مضغوطين فيه وفي الوقت اللي احنا بنبقى محتاجين كوره تتشال من 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 الدفاع بنلاقي عندنا حارس بسم الله ما شاء الله السد العالي بقى تسميه تسميه الاخطبوط تسميه زي ما تسميه ان هو بيشيل لك كوره عشان انت تروح ترتاح بعد كده تهرس هذا شفت مباراه امبارح اصلا المراه خلصت اصلا في اخر ثواني يعني آه وفرق هدف راح كان على, على اعصابه <applause> احنا مش بتفرج بصراحه لايف بس بشوف الاخبار على طول بتابع لحد ما اطمنت لحد ما احنا فرق جون فبصراحه الله يكون في احنا احنا كنا بنتابع المباراه التايم بالظبط 29 41 ثانيه ثانيه اتاخد تايم اوت من فرقه الكونغو احنا حطينا ايدينا على قلبنا ليه؟ لان الكرة دي لو هتخلص في الوقت ده انا مش هلحق ارد بس ربنا سبحانه وتعالى على فكرة زي ما حضرتك بتقول بيكافئ البنات دول أنا بتكلم مع احترامي للبنات خاصة لأن هم تعبوا جدا 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 بذلوا مجهود جدا أن هم يدفعوا ويستخلصوا الكرة دي وتوصل لمي بالشكل ده ويطلع فاست بريك للعبة آه 2004 آه قطي وتوصلها لمريم عمر اللي احنا أول ما الكرة توصل لمريم عمر أنت ترتاح خلاص هي دي مريم بتعرف تصرف وتروح تجيب جول كنت مريم عمر مرات. 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 طبعا بنتك. انا صعدتها في الفريق الاول وهي كانت لسه في ايه رايك في فيها ك يعني اللعيبه يعني مواصفات نجمه موهبه عندها آه مقاومات ان هي تحترف بره بالظبط آه مي صفاتها آه سوري انا اسف آه آه مريم عمر صفاتها ان هي لعيبه موهوبه، صفاتها ان هي لعيبه جريئه آه قائد جوه الملعب برغم صغر سنها لكن مواليد كام 2004 برضو؟ مواليد 2004 ما شاء الله 20 آه سنه ما شاء الله ما شاء الله وكانت من قبل كده بثلاث سنين اربع سنين على فكره آه بطوله 2022 كانت مريم واخده هداف البطوله مريم كانت واخده هدف البطوله هدف البطوله في 22 ده كمان تقريبا بتلعب العاب قوه يعني <applause> كده كانت او هي كانت بتلعب العاب قوه نسبه الى والدها الله يرحمه الكابتن عمر ابراهيم آه كان بطل مصر في العاب القوه ووالدتها آه كابتن سهام طبعا آه بنديها آه مليون تحيه <applause> <من> هي <applause> طلعت لنا بطله من من نتاج العاب القوه لكره عم اليد ساعتها على ممكن غالبا ان هو ساعتها العاب القوه في هاندبول اعتقد أه طبعا ذلك. طبعا طبعا لان انت العاب القوه فيها نفس المواصفات او نفس العناصر بتاعت بتاعت الهاندبول ارتقاء جري سرعه لا العاب القوه دي ام الالعاب بتدي اي حد كده. بتدي اي لعبه كونك مدير فني نادي البنك الاهلي هل الدوري المصري موجود فيه عناصر نقدر نقول هي أه عناصر شابة عندهم الإمكانيات عندهم الطموح عندهم ما يؤهلهم إنهم يكونوا زي مريم عمر وزي شهد وزي رجاي بص حضرتك يعني أنا من 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 تواجدي في أكثر من من نادي أنا لما بروح أنا ما ببصش على الفريق الأول بس أنا ببص على قاعدة الناشئين لا في في كتير في مصر يعني مصر محترمي زي ما بيقولوا ولادة مصر فيها آه لعبة لعيبة كتير أوي يعني أنا هقول لحضرتك حاجة في مجموعة اللي هي ما سافرتش دي يعني احييها لان هي ساهمت ساهمت كان دور في رفع مستوى اللعيب اللي قدامك انت عارف حضرتك لما يبقى في اتنين بيتنافسوا على مكان عشان يسافروا يعني في منة وليد في سهيله خالد في نوره محمود في سلمى عبد الرازق في يمنى مصطفى كل كل المراكز اللي انا بقول لحضرتك عليها دي دول ساهموا في رفع مستوى اللعب كل ان هم سافروا او ما سافروش دي بترجع طبعا للرؤيه الفنيه بتاعه الجهاز لكن ده ما يخفقش ان في صف تاني موجود يعني في هناك 18 لعيب، في هنا 36 لعيب موجود أو 6 لعيبة موجودة داخل داخل الفرق الدوري الممتاز يضاهوا اللعيبة اللي موجودة في أفريقيا. معدل أعمار المنتخب قد إيه تقريبا يا كابتن آسف؟ 24 27 24 27, 27. 27. اه المع... المتوسط بتاع مم. الأعمار، لكن هو فيهم أعمار متفاوتة ولكن الخبرات الخبرات مع الشباب هو ده اللي بينجح الفرقه هو ده الميكس اللي يقدر نجح اي فرقه هو ده الشباب مع الخبرات ما ينفعش الشباب لوحدهم وما ينفعش خبرات لوحدهم لا طبعا الدوري هنا عندنا في مصر برضو اسالك عن قوه الدوري السادات في مصر هل هو يعني هو المسيطر على كل البطولات ولا كل فين وفين صريح معاك كل فين وفين على يطلع سنه كده فرقة تاخد الدوري تقريبا الشمس كان اخر سنة هو واخد الدوري من الاهلي في 2022 تقريبا آه 22 اه 22 23 اه سوري آه 21, 21 22 21 22. 22 فما فيش ما فيش اه حضرتك كنت لا. مدير فني للشمس كنت مدير فني للشمس ساعتها وربنا كرمنا حصلنا على البطولة من النادي الاهلي آه ودي كانت برضه زي ما انت بتقول بعد غياب طويل لنادي الشمس وحصوله على البطولات طب ما هو السبب؟ يعني والله هو السبب نفسه مقتصره على فريق او فريق تاني يعني ايه يبدا كده يعني ينكش فيه من بعيد ايه السبب؟ هو م... السبب أه... أه هقول ان هو مادي دي نمره واحد أه لان النادي الاهلي أه طبعا أه كل تحيه النادي الاهلي ان هو بيشارك في البطولات الافريقيه يعني بقاله سنتين بيشارك في فدي كمان بتديك خبرات اكتر لكن لما تيجي تبص على بقيه الانديه لا فيها فرق كويسه قوي فيها لعيبه كويسه قوي ولكن المنافسه اللي بتبقى جوه البطوله غير المنافسه لما بتنافس في افريقيا يعني مثلا لما اجي العب اهلي سبورتنج اهلي زمالك أهل سموحه أهل شمس دول الخمس فرق اللي هم بيتنافسوا على الدوري وعندهم الامكانيات ان هم يتنافسوا لما تيجي الخبرات اللي بيني وبينك لا يعني الاهلي بيبقى فارق لان هو بيعرف يجيب لعيبه كويس بيعرف يدفع للانديه ان هو يستقطب لعبات م. مميزه دي حاجه الحاجه الثانيه اشتراكه في بطوله افريقيا وعلى فكره دي ساهمت معانا كتير قوي 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 تاهيل لعبات المنتخب بتوع النادي الاهلي في بطوله افريقيا في المغرب انت قلتها قلتها الحديث بقى عن نظام المسابقه وايه الافكار اللي ممكن تحسن من المسابقه عشان تحسن مستوى بلدنا ده كله هيبقى بعد الفاصل فانتظرونا استنالي بقى الترحيب بكل مشاهدينا ومعاكم كابتن قاسم ابراهيم مدير الفني نادي البنك الاهلي للسيدات كره اليد كنا بنتكلم قبل الفاصل عن مستوى المنافسات المحليه هنا في مصر الدوري المحلي يعني الدوري عندنا في مصر 8 فرق بس هل 8 فرق ده يقدر ينجب لنا لاعبات على مستوى عالي منتخب قوي ولا انت شايف ان في افكار تانية وحلول لتقويه المنافسات المحليه في الدوري المصري والله بص هو كان في مقترح ان احنا قدمناه احنا عندنا بيبقى مؤتمر سنوي قبل قبل الدوري ما يبدا وقبل الموسم الرياضي بتاعنا كويس جدا فبنقعد نتناقش وبنقول يا جماعه خلوا الدوري مثلا 10 بحيث ان يبقى في تنافس اكتر ويبقى في منافسه بين الانديه وبين بعضها بس الاتحاد السنه دي عامل مستوى ايه ومستوى, ايه ومستوى ايه بي عامل المستوى الايه 8 والمستوى بي ايه 9 بس السنة. يعني من المقترحات اللي ممكن اقدمها لتحسين الدوري ان انا اقلل القوائم يعني انا بدل ما يبقى القايمه بتاعت عشرين اخليها 18 لما لما بنتين من من القايمه او اتنين لعيبه من القايمه ما يتايدوش مثلا في ناديه ايا كان النادي ايه وهيتوزعوا على الانديه فانت كده بتعمل مستوى اعتقد اعتقد ان بعد وصولنا لكاس العالم وبعد التطور اللي احنا عملناه وبعد البطوله في دخولنا اعتقد الاتحاد هيبتدي ان هو وانتشار اللعب على مستوى البنات برضو ممكن كتير يعني لا 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 كتير اكتر احنا عندنا عندنا اجيال كويسه جدا عندنا 2004 2006 2008 2010 برضو عندنا اجيال عندنا عدد من اللاعبات مميزين جدا يعني البطوله رايح جاي وبطل خلاص كده ولا بالنسبه للمسابقه بالنسبه للمسابقه هي دور اول بياخد اربع فرق يلعبوا على الدوري دور تاني نفس يعني الدور اول دور تاني بياخد الاربعه اللي, اللي فوق يلعبوا على المسابقه والاربعه اللي, اللي تحت بيلعبوا على مين ينزل م. واللي تحت بيلعبوا برده نفس القصه على الاثنين اللي هم طالعين يمكن احنا في تاريخ المسابقات يعني هم خمس فرق اللي بينافسوا عامه اهلي الزمالك ايوه سبورتنج سموحه شمس سموحه اه هم دول الخمس يعني, فرق. يعني كمان الزمالك كمان ده احنا لسه يعني لسه بادئ بقى لسه يعني اللي هو بيبني فرقه وعاوز يخش الدوري دي حاجه كويسه جدا طبعا بالظبط ان قطب من يعني من قطبي الرياضه المصريه عامه أه شايف ازاي نزود المنافسه في الفرق هقول لك عاوز بدل ما يبقى خمسه ما يبقى سبعه يبقى الثمان فرق بينافس ثمان فرق اقوية مع الاسف طبعا الوضع النادي الاهلي مختلف لمشاركاته الافريقيه بالظبط حاجه ثانيه برضو اسال عليها هل الفرق دي لما بيطلع عندها ناشئين كويسين لازم انا شايف ان لازم يبقى في قانون من الاتحاد يمنع انتقال الناشئات من نادي لنادي ثاني لحد سن معين تمام. عشان النادي يقدر يستفاد من المنت اكتر اكتر وقت ممكن تمام ده معمول بيه جوه لوائح الاتحاد ان انت بيديك احقيه في رعايه بنتك اللي هي الناشئ اللي عندك اللي انت صرفت عليها 15 16 سنه ان هي ما تنقلش الا بعد سنتين الا بعد موسمين تشارك معاك وما تنقلش الا من خلال سنتين والله بعد سنتين انت ما احتجتهاش فابتدي انت... طب خلينا نخرج بقى بره الصندوق شويه انت بتقول حضرتك ان انت عايز تزود الدوري المصري عايز تقوي الدور المصري النادي الاهلي دلوقتي بيحتاج وبيطلع بطولات افريقيه <applause> طب ما تيجي دلوقتي الاتحاد ان شاء الله ايا كان بقى مين اللي جاي ومين اللي هيتولى المسؤوليه احنا بندفع اشتراكات الانديه بتدفع اشتراكات سنوية مبالغ كبيرة قوي <applause> طيب حضرتك تعالى دلوقتي انا مثلا نادي سبورتنج او انا نادي زمالك او انا نادي ايا إن كان ايفر الاسم اللي موجود انا دلوقتي عندي قاعده من اللعيبه كويسه طب ما تشرك لي بنص بنص او مساهمه بنص التكاليف ان انا اشترك بطوله عربيه يبقى النادي يدفع نص التكاليف والاتحاد يدفع نص التكاليف او طلعنا البطوله الافريقيه ما كل ده هيعود على المنتخب كل ده في الاخر يعني انت حضرتك يعني انت عاوز مثلا سيناء عندها اول ثلاث فرق مثلا في الدوري مثلا. فرقه تسافر بعربيه الله ينور عليك ابطال دوري افريقيا في صح. ابطال كوس بالظبط الله يعني ينور عليك انا علي. اشركت عندي عدد فرق اكتر فبالتالي خبرات زادت وديت احتكاك زادت فالمنتخب بقى اقوى بالظبط وديت احتكاك للعيبه وديت احتكاك للانديه هتخليني كمان انا بنافس معاك كانديه لان انا بقى عندي خبرات دوليه بقى عندي خبرات آه آه افريقيه ايا كان بقى اللي هيحصل ايه ده مش يعني سوري مش هيكلف كتير م. وانا مش بصرف على الـ على, الـ على المنتخبات وبصفر وبروح وبعمل معسكرات ووي وبصرف مبالغ هالك. طب ما تصرف نص المبالغ دي اصرفها في اعداد الفرق في البطولات اللي هي سواء العربيه او البطولات الافريقيه خلي نرجع بقى معاك للمنتخب تاني شايف مين اسماء من لاعباتنا المميزات في كل بوزيشن موجود في المنتخب آه بالنسبه لحارس المرمى ماي جمعه يعني مي جمعة. دي ما لهاش كلام يعني ماي جمعه سبب من اسباب وصولنا لكاس العالم أداءها جوه البطوله كان بيتطور كان بيعلى كان بي... المستوى بيتحسن مي جمعه يعني انا الله تعظيم سلام انت وصلتينا كاس العالم وان شاء الله ربنا هيكافئك ان شاء الله باخر البطوله ان انت هتكوني افضل حارسه في افريقيا او من ضمن التشكيل بتاع افضل لعيبه في افريقيا تمام مين كمان بقى قول لي كم <applause> اللي كانت مفاجأة أنا بالنسبة لي يعني طبعا بعيد بقى عن مروة وبتعيد عن مريم دول دول في, في, في ليفل لوحده يا رهاني يا رهاني لعيبة نادي الشمس كانت أفضل لعيبة السنة اللي فاتت في الدوري المصري دي كانت مفاجأة على فكرة كانت مفتاح الفوز عندنا أو مفتاح البداية بتاع انطلاق للمكسب في مباراة أوغندا امبارح سوري إخترا... الكونغو آه كان اختراقات آه كان بتدخل آه بتحركاتها السريعه اللي هي مش محفوظه فعلا الجهاز الفني باغت بيها الفرقه اللي قدامه لعبه هاف ولعبه آه لعبه بلاي ميكر ولعبه آه باك رايت كان تواجدها جوه جوه الجيم في الشوط الاولاني كان هايل وبصراحه ربنا ادتنا اسبقيه آه في الهجوم آه الحاجه الثانيه آه روان سعيد روان سعيد من الخبرات الافريقيه هي مواليد 2002 واحترفت سنه آه في في فرنسا ورجعت تاني على على النادي الاهلي ملت لنا الجزء اللي هو مفقود عندنا اللي هو الباك رايت لان احنا ما عندناش اشوى الباك رايت مش هقول مميز ولكن مش كتير فاحنا بنستغل ملك طلعت بنحطها في الوينج بحيث ان هي تعوض لنا الجزء بتاع الجناح الاشوى. روان سيد من نفس الكلام ليلى بصراحه ربنا ليلى هيثم ليلى هيثم من الناس المجتهده جدا وخدت الستين دقيقه وخدت الجيم كله دفاعا وهجوما كانت مميزه جدا هي وتقى كمال في في الدفاع لوجع بيت بقى دي المطرقه بتاعه المنتخب في الوقت اللي احنا وقفنا فيه كانت هي اللي بتصوب من خارج التسع متر بتحل لنا بقى حلولي. بتحل لنا المشاكل بره. بقى اللي احنا ايه مش عارفين نروح تطلع مم. تحط لنا كوره بص البنات كلهم بسرعه ربنا البطوله دي في مستوى عالي جدا ما شاء الله عليهم ربنا يكرمهم ان شاء الله الماتش الجاي خليه برضه اروح لنقطه كنا اتكلمنا على مروه عيد عبد الملك كان عندها اصابه بعد اول مرتين شد تمام فلا ننكر برضه دور اكيد الطبيب المعالج بالظبط دكتوره مروج نديم اكيد كان ليها دور كبير في تاهيل مروه للعوده عشان تلعب كنت عارف دكتوره مروج بتاعي اكيد اه كانت حارسه مرمى كانت حارس مرمى برضه في النادي الاهلي على فكره الجهاز كله لعب كره يد او مارس كره اليد الكابتن ايمان كانت لعيبه في نادي سبورتنج دكتوره مروه كانت حارس مرمى كله مارس كان لاعب كله كله, كله حتى رئيس البعثه الكابتن عبد ابو برضه كان لاعب كره يد لحد ما مسك وكان مدرب برضه منتخب منتخب مصر فكل المنظومه هي بتشتغل وعارفه هي بتشتغل ليه في تاهيل مروه الدكتوره مروه طبعا نشكرها في تاهيل اللعيبه كمان كلها لان في ثلاث اربع لعيبه كانوا رايحين وهم عندهم اصابات يعني نقول بسيطه يتزيد تقدر, تقدر. أيوة بالظبط آيه كده يزيد جوه البطوله يتقل جوه البطوله وكان آه تواجده انا اسمع ان هو آه كانت قاعده 24 ساعه في ال 24 ساعه في معالجه آه مار وعيد لحد ما ربنا كرمها ودخلت المباراه سامي ياخدني برضو النقطه كده في باريس واصابه مهاب سعيد ولما رجع في ماتش اسبانيا وما كانش كامل مكتمل الشفاء وبعدين اصابه يحيى آه يعني مهاب نزل برضه انا لا الوم على الجهاز الطبي ولكن كنا لازم نتاكد من اللعيب ينزل مكتمل الشفاء تماما بالظبط ان حصل لا ما كنت حدش كان يتوقع اصابه يحيى طبعا بالزبط. ربنا طبعا يعني ما يكتبها على حد الاصابات عامه بس كنت انت يعني نتأكد تماما وتعمل له التيست المظبوط تيست المباراه الله ينور عليك مباراه زي دي اصلا ما كانش ينفع فكان احد اسباب الخساره آه. ما ينفعش ان انا اضحي بلعيب خساره يحيى ومهاب سعيد في المباراه دول الاثنين دول عجز يعني عملوا عجز معانا في الناحيه آه الرايت خلتنا ان احنا نلجا ان سيف بدل ما بن بنخليه في البلي ميكر او في الباك آه ليفت وديناه في الباك رايت عشان يسد العجز عندنا في الناحيه كابتن ياسين بقى قول لي بقى توقعاتك بقى ان شاء الله بكره خليها مش بطمس خلينا اول مباراه السنغال وتونس أه السنغال أه سوري أه تونس تكسب تونس تكسب تونس تكسب السنغال بكره تكسب السنغال دي مفاجاه مش مفاجاه ولكن ولكن أه يعني عارف ايه احنا بن... او شمال افريقيا بيعرفوا يلعبوا أه الفرق الافريقيه كويس أه تونس داخله زي ما بقول حضرتك بدعم جديد داخله بباور جديد وخد بالك هم دخلوا المربع هم طمعانين دلوقتي في 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 ميداليا اه طبعا يعني هو لو لو كسب السنغال هو هيموت نفسه جوه ماتش انجولا فانا اتوقع ماتش أنجولا؟ انا لسه هسألك على توقعات ماتش اصلا مصر وانجولا انا مش عايزه انا انا مش عايزه واعتقد ان ده يعني خلينا نركز احسن يعني نلعب براحتنا المباراه جت جت ما عندنا ماتش نقدر نحقق انا 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 سوري انا مش بقول ان انجولا ده عملاق لك لكن انا بقول ان انا ما ما كل اللعيبه عندي بلاش ايوه بالظبط كده لان انا خلاص وصلت انا خلاص وصلت فانا اركز على الميداليه انا اخد إن ميداليه على المركز الثالث افضل من ان انا سوري ادخل واخسر وفي ريسك واخد رابع كابتن ياسر ابراهيم مدير الفني سادات نادي البنك الاهلي بشكرك شكرا جزيلا على معنا معانا النهارده في ملعب الابطال الله, الله يخليك كابتن محمد متشكر لحضرتك في النهايه بشكر كل مشاهدينا ومتابعينا ومتابعي قناه اون تايب سبورتس في كل مكان ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقات قادمه والى اللقاء